الطريقة هذه للآيفون، وأول خطوة تسويها إنه الصفحة هذه تكون كاملة مليانة تطبيقات ما فيها أي فراغ، هذا رقم واحد. وإذا كانت مليانة كامل تروح للبرنامج اللي بتخفيه، خلنا نقول الجنادرية مثلا، أضغط عليه يتحرك، بعدين أروح وأثبته على برنامج، أثبته على برنامج مو بفايل، وأجلس 10 ثواني، 1 2 3 عد لين 10، بعدين أنزل تحت هنا. بعد ما وصلنا ل10 نجي هنا ونحطه بين برنامجين ونحسب 10، 1 2 3، تقريبا وصل 10 كذا اختفى. وكذا الجنادرية مو موجود عندي هنا، بس لو أبحثه وأكتب الجنادرية هذا هو موجود. والتطبيق خلاص ما تقدر تلقاه هنا، متى يرجع لك؟ لازم تقفل الجهاز تقفيل كامل كذا وتشغله ويرجع لك.